وخلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة أشار سعادة السيد أحمد الحداد عضو مجلس الشورى رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أشار إلى أن هناك سببين رئيسيين في قيام قطر بقبول المثليين ورفع علمهم في مختلف المواقع الرياضية. هناك سببان رئيسيان لقيام قطر بقبول المثليين التي ورفع العلم المثليين في على بعض المواقع الرياضية في الدوحة. السبب الأول كما يعي الجميع بأن قطر قامت باستخدام المال العام للدولة في شراء أصوات العديد من الذين قاموا بالتصويت لصالح قطر، وهذا طبعا يعتبر رشوة. السبب الثاني ما تتعرض له العمالة الأجنبية في قطر. طبعا التقارير والمعلومات التي تأتي من الدوحة أن هناك انتهاكات كثيرة لحقوق العمالة الوافدة.